ربما لأن أحدا لم يتوقع نتائج نوعية من محادثات فيينا كانت تلويح بأسلحة نوعية قد تحصل عليها المعارضة السورية، وكما أن الحل السياسي يبحث بإشراف دولي كذلك عملية التسليح. وهذا ما كشفه صراحة رياض حجاب رئيس اللجنة العليا للمفاوضات قبيل ساعات من انعقاد محادثات فيينا، عندما أعلن عن توجه دولي لتزويد كتائب المعارضة بأسلحة ودعم نوعي تحت إشراف دولي. سبق ذلك إعلان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير عن تزويد المعارضة بأسلحة فعالة وأكثر فتكا. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع، إلا أن البعض يرى الأمور اليوم أكثر جدية، خصوصا في ضوء انقلاب المشهد الميداني في الأسابيع الأخيرة وترك المعارضة تستعيد زمام المبادرة العسكرية. وفي موازاة الدعم العسكري الموعود للمعارضة في مواجهة النظام وحلفائه، بدأ بعض الفصائل يرتب صفوفه لقتال داعش. من هنا اجتمع 14 فصيلا لبحث تشكيل جبهة شمالية موحدة يرجح أن تكون مهمتها محاربة التنظيم. ويفيد البعض بأن أنقرة أقنعت واشنطن بضرورة إحياء الاعتماد على المعارضة المعتدلة في قتال داعش، وأن هذه الصيغة هي الخطة البديلة عن التحرك البري التركي في سوريا. ما عزز هذا التوجه إعلان الخارجية الأمريكية عن اتفاق تعاون أمريكي تركي لدعم فصائل المعارضة المعتدلة في تطهير مناطق داعش بين مدينتي منبج ومارع في ريف حلب الشمالي والمحاذية للحدود التركية، فتكون تركيا بذلك سحبت من الأكراد ورقة تمددهم ووصل مناطق سيطرتهم على حدودها ومنحت هذه الورقة للمعارضة. من هنا هل يكون الدعم العسكري النوعي الذي وعدت به المعارضة هو الثمن الذي حصدته مقابل التزامها بتشكيل قوة فاعلة لقتال داعش في الجبهة الشمالية؟